مش هينفع الصوت ده، اطلع بيه من بره يعني 10 دقايق. بسم الله، اهلا بيكم في درس جديد من دروس تعلم امريكي. انا مستر سام وبعمل دروس تعلم امريكي بشكل جديد اسمه يلا نعيش. المره دي هنتكلم عن everyday conversation، بس قبل ما نبدا يعني ستارت هتكلم بس عن ملاحظه على هاي اليكس. لما رجعت الفيديو لقيت ان انا عملت اكتر من غلطه. لو انت مش عايز تشارك او مش عايز تقول رايك او مش عايز تكتب حاجه عشان خايف انك بتغلط، انا مش اول مره اقولها، انا بغلط وسيم كانت معايا كانت بتغلط والناس اللي هنا بيغلطوا كلنا بنغلط، شيء طبيعي، مش لازم اقعد ادي اعذار يعني. اوكي، حتى لو عندي عذر مش لازم ادي اعذار، المهم انك انت سأقفل ده كده، المهم انك انت تاخد بالك وتصلح وتستفاد. اول حاجه انا مش عارف يعني مش مهم، المهم انا كنت كاتب دي غلط. اوكي، هي طبعا جي يو اي، انما ما فيش حاجه اسمها يو جي اي ديت، ما فيش كده. كوليج بتتكتب كده، كوليج بتتكتب كده، اللي هو اللي قلت الدرس اللي فات هتلاقي اي درس موجود على اليوتيوب على مستر سام 2016 هتلاقي اي درس موجود عليه. الكلمه الثانيه تشيكس، ما برضه مش عارف انا شفت دي ازاي، انا كنت بكلمكم عن تشيك وشفت دي تشيك بالاي. خلي بالك ديت بتتكتب كده، دي اول حاجه. تاني حاجه تشيك غير تشيك، تشيك سي اتش اي سي كي اللي هي تشيك ان تشيك اب، انما تشيك اللي هي الخد تشيكس اللي هي الخدود كده، بس دي اي مش سي. اوكي، الخدود بتاع الوش دي اي مش سي، ماشي؟ عشان هتلاقي في الفيديو باينه زي ما تكون اي، فانا ما ركزتش ان الاثنين غير بعض في الكتابة، دي 2 اي. تالت حاجة عايز اكلمك فيها بسرعة كده بعمق، انا عملت عليها فيديو هتلاقيه هنا، هتلاقيه هنا بكلمك فيه هنا. اللي هو الفرق، كاتب لك انا الفيديو اسمه ايه؟ الحاجات دي عنصرية ما تقولهاش، حاجات عنصرية ما تقولهاش. الحاجات العنصرية ايه هي؟ قلت لك قبل كده ان انت تقول احنا وي وانتو يو. اصل احنا اللي هم مثلا مصريين، عرب، مسلمين، مسيحيين، اي حاجه عايز تقولها، كنا في مصر بنعمل كذا، انما انتوا هنا يا امريكان بتعملوا كذا. امال انت قاعد وسطهم بتعمل ايه؟ ما هو انت المفروض انك امريكي، فخد بالك من ان ده غلط. وي ويو. تاني حاجه ما تتكلمش على اللون، اللون في ثقافتك عادي. ان اليوم النهارده ابيض جميل، امبارح كنت شفت يوم اسود مهبب. ده في لغتك ده عادي، الاسمراني او الاسود ما بيزعلش لان هو اسمراني مش اسود. انما هنا ما تستعملش الالوان، تستعمل ايه؟ خد بالك بقى من ايه؟ ده اعمق شويه، هتكلم ده اعمق شويه. انت تستعمل ايه هنا؟ اوكي. تستعمل ايه هنا؟ بلين، في بلانك، في ريجولار، في نورمال. انما الناحية اللي هو عايز تقول اسود، ناحية اللي بقى النهاردة كان يوم اسود، او السماء سودة بان عليها تمطر، مفيش سودة اسمها دارك. السماء صافية تبقى كلير، ما تقولش بيضة. ده قلبه ابيض، قلبه ابيض كلير. انسان عادي، انسان ده عم ده دماغه بيضة يا عم، ده يعني اللي في دماغه ده ابيض زي الفل، مفيش في دماغه حاجة. تستعمل ايه؟ بلين. بلانك فاضي، فخلي بالك ما تقولهاش على البني ادم، لان يبقى ايه؟ الا اذا كنت تعرفه قوي، يعني اللي هو يا عم انت باين عليك عبيط يا عم ما تعرفش حاجه، ده الموضوع ده كذا كذا كذا، اهي بلانك دي تمشي كده. انما لو واحد انت ما تعرفوش فتقول له انا اسف يعني حضرتك بلين عادي كده يعني. انما
الموضوع ده يعني لازم تقرا فيه شويه او مش عارف ايه. فبلين في عندك ريجولار ونورمال، الفرق بينهم عشان لو قعدت تدور عليها هتلاقيها صعبه شويه. نورمال لو حضرتك عايز تتصل بينا اتصل بينا في الساعات العاديه او الطبيعيه، النورمال بيزنس اور، فتتصل بينا نورمال بيزنس اور في دي الوقت اللي كل الناس بتشتغل فيه. طب لو انا بشتغل بالليل من الساعه 1 بالليل ل 7 الصبح، ده الساعات دي بقت ريجولر عاديه بالنسبه لي، لكن مش نورمال، مش كل الناس بتشتغل. انت في لغتك عارف الفرق ما بين عادي وطبيعي. انا انسان عادي جدا، بصحى اروح الشغل ارجع من الشغل اعمل معرفش ايه زي اي انسان عادي، انما معلش انا انسان طبيعي نورمال طبيعي، لازم افطر واخش الحمام وانام وزي اي انسان طبيعي. يعني هو انا ايه يعني سوبرمان؟ فخلي بالك بين عادي وطبيعي زي لغتك، واخد بالك؟ عندك بلين عادي، وعندك بلانك فاضي، وعندك ريجولر عادي، وعندك نورمال طبيعي. الفرق بين بلين وريجولر ايه؟ بلين لو استعملتها مثلا للاكل، ايه ده الاكل ده بلين ولا عليه لا بهارات ولا ملح ولا حاجه، فدي بقت بلين اهي. انما ريجولر الاكل ده عادي عادي محطوط عليه ملح وفلفل، اكل عادي بس ملوش اي طعم، مش عارف عادي او عادي كويس طبيعي عادي يعني ما فيهوش اي حاجه. انما طبيعي انا احب الاكل الطبيعي، بس في طبيعي اللي هي ناتشرال دي حاجه تانية. لو انا هتكلم عن الطبيعه الاكل اللي جاي من الطبيعه، فخد بالك زي لغتك هتلاقي ايه، تلاقي الكلمات R A L، هتلاقي الكلمات ده طبيعي جاي من ناتشرال طبيعي يعني جاي زي لغتك، انما ده طبيعي اللي هو الطبيعي بتاع كل يوم اللي انت بتعمله مثلا كل يوم. لما بيصير الطبيعي اللي بتعمله كل يوم بيبقى ريجولر شيء عادي، واخد بالك؟ انما بلين عادي يعني ما عندوش اي، على حسب الجمله اوكي، بس ما تروحش تستعمل ابيض واسود. خلاص النقطه دي اوكي. هنتكلم سريعا بس دي اقرا في الورقه، بس انا هقول لك دي عايزه يعني اشرح لك فيها اكتر، لان دي عايزه نتكلم فيها اللي هي ايه. ماشي، لو انت بتقابل حد فبتعمل ايه؟ greet someone، بتقوم زي ما انت كده سلام عليكم الاخبار مش عارف ايه. انت في الكتاب عندك هو حاطط لك حاجات احنا تقريبا يعني دي بدائيات قوي، مش يعني احنا ممكن تقول hello، ممكن تقول how are you، ممكن تقول good morning good night، اي حاجة تبدأ بيها الكلام. لو انت ما بتعملش كده في لغتك، وللأسف احنا مثلا كواحد مصري للأسف احنا ما عندناش لو سمحت كذا كذا شكرا انا اسف معلش، لو ما عندناش كده بقول لك ايه يا هندسة الشارع ده بيودي مش عارف فين، تمشي كده شمال، ممكن ما اقولكش شكرا، طيب يا عسل شكرا يا باشا كده ده اخره. لا ناس كتيرة هو فين مش عارف ايه، مفيش لو سمحت. فانت في لغتك تيجي الواحد ايه تقول له لو هو فين يود ايه، يقول لك قول اكسكيوز مي الاول، قول جود مورنينج، قول هلو، قول هي، قول حاجه، انما ما تجيش مره واحده تقوم هاجم عليه كده اهو وتكلمه كانك تعرفه. بس احنا مش بنعملها كده كمصريين عشان ايه قلالات الادب او رخمين، لا احنا عندنا حته ان انا لو كلمت حد في الاتوبيس ولا في المترو ولا بتاع بقينا اصحاب، فاحنا عندنا حته عشريه شويه واخد بالك. بس الاجنبي ما بيفهمهاش كده، بيفهمها ان انت بتتهجم عليه. اوكي حسين الله يخليك، شكرا يا حسين. اوكي اول حاجه greet someone، اليكس اتكلمت عليك يا اليكس في اول الفيديو. بعد ما حييته تبتدي بقى تعمل ايه؟ بص عندك في البتاع ده تبتدي تبدا المحادثه معاه. خلاص المحادثه دي طبعا غالبا هي هاي هاو ار يو ام فاين، مش عارف حصل لي كذا 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 كذا، مش لازم بقى جريت يعني جود مورنينج وبعد كده لا استنى ما تكملش، لازم اقول لك الاول هاو ار يو، خليك عادي. وبعدين لما تيجي المحادثه هتلاقي هنا حاطط لك ايه في انهاء المحادثه، مش عارف باي جود باي جود نايت، على حسب اتكلمت انا فيها في درس من الدروس دي.
الفرق بين جود مورنينج وجود نايت، وان انت في لغتنا عندك على طول يعني جود نايت يبقى تصبح على خير، لا طبعا ليلتك سعيده، لكن مش تصبح على خير خالص، تصبح على خير داخل تنام هابي دريمز دي تنفع، سليب ويل حاجات زي كده، انما مش معناها جود نايت ان هي بيقول لك تصبح على خير. فانت في الاخر اوكي alright see you take care، فاكرين take care مش معناها خد بالك، معناها مع السلامه، اوكي take care see you I talk to you later هكلمك بعدين، هملا لك الحاجات دي، اقعد كده مع نفسي املا لك الحاجات دي واصور لك السبوره. لو انت داخل على حد عايز تتكلم معاه دي دايما انصح بيها اي حد، انت بتعرف انجليزي اه طب يلا بقى قدم نفسك introduce yourself، دي مهمة قوي، اي انترفيو هتروح تعمله هتبقى محتاج انك في الاول تقدم نفسك، انا مثلا اهو اليكس اهو حسين وعندي كذا سنة، عندي مثلا شهادة كذا او مهارات كذا او اشتغلت كذا او عملت كذا واقدر ان انا اعمل كذا واسوي كذا، وانا مثلا مالتي سكيل مالتي تاسك عندي مهارات اقدر ان انا اتعامل مع كذا حاجه في وقت واحد وسكيلز وعندي خبرات اكسبيرينس في كذا وكذا وكذا، وتعامل ازاي تقدم نفسك من غير ما تقعد جرب كده اقفل على نفسك الباب واقعد قدم نفسك وشوف هتعرف تعمل كده ولا لا. انما هنا تقديم نفسك ده اللي هو انا اليكس مثلا، طيب ده كده انت قدمت نفسك، طب وبعدين؟ دي تنفع لما تكون بتقابل واحد اه هي هي هاو ار يو اه هو هيقول لك جاست فاين، في ناس كده اللي هو جاست فاين ما اجيش بقول له ايه الاقيه بقى ايه جاست فاين بس كده، فاقوم انا داخله بقى ايه وهو اللي كاتبينها لك هنا هاو ار ثينجز وازاي الاخبار، انت جاي تعرف عليا انا اعرفك هقعد احكي لك حاجات، ما انت شفته دخل عليك كده جاست فاين وبصص لك كده عايز ايه يعني، فانت ما تقعدش بقى ايه اكسكيوز مي انا مثلا اكسكيوز مي ام سام ومثلا اي نيد كذا 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 او محتاج ان اعرف كذا او دي يو نو هاو كان اي جيت ان انا اقدر اروح للحته الفلانيه او كذا او بتاع، فتلاقي انت تعمل كذا وبعدين تروح كذا وتمشي كذا، لو ما فهمتش قول له طب معلش ام سوري انا بس عايز اتاكد ان فهمتك اي وان ميك شور ذات اي اندرستاند وات يو سيد You just said, انت بس قلت اعمل كذا 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 كذا. Is that true? Or I missed something over here. ولا انا نسيت حاجة هنا. فيقول لك ايه? بس ما تنساش انك انت بعد ثلاث اشارات three stop lights هتعمل يمين عند محل كذا. Oh, yeah, yeah, I forgot this one. Thank you very much. Thank you, sir. Appreciate that. Thank you. Okay, bye. كده. انما ما بزل Good morning. How are you? Just fine. How are things? لازم اسمع لك كده. I'm just fine. What you need? أنا عم أعمل لك كده. عايز إيه؟ وفي ناس ممكن يسيبك ويمشي. في المدن الكبيرة هيسيبك ويمشي أساسي. لأنك ما خدتش الموضوع مش فضيلك. ماشي؟ فتاخد بالك من الحاجات دي. دي بقى بتحصل طول الوقت عندنا. دي اسمها إيه؟ كومبلمنت 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 في دوسه كده وصوت عالي في الاول كومبلمنت كومبلمنت في حاجه كده بس لسه بعدين تعمل استريس على يعني اقولها ازاي بالعربي دي حروف دي حروف تشكيل ده واحد وده اثنين فانت بتضغط زي كلمه قلتها انا بتهيألي قبل كده دي كومنت لما يكون فيرب كومن من كومنت شوف ده مختفي وده يسهنا اوكي انما ده لو اسم اسم مش فيرب ده لو فيرب ده لو اسم هدوس على دي تبقى كومنت كومنت اللي هو تعليق مش يعلق فانت بتعمل استرس هنا ولا هنا على which variable ده ولا ده اي حرف تشكيل ماشي فانت هنا complement ده اللي بتعمل استرس عليه complement اللي هو هنا يبقى معناها زي comment
معناها مجامله، انما يجامل هتلاقيك بتدوس هنا شويه، ما تشغلش دماغك. المهم تعرفت ايه، تبقى فاهم انك انت بتعمل هتجامل واحد اللي ايه I like your shirt, I like your shoes, oh you look good today, thank you. هتلاقي هي بقى عملت كده thank you كده. This is a great sweater. هنا على فكرة الكلمة هنا sweater اللي هو احنا بنطقها دال شوية امريكي، اللي هو اللي انت شايفه اللي لابساه ده. هتاخد الدرس بتاع الهدوم بعدين ان شاء الله. اوكي، خبطت حد لازم تقوله في الاخر هي هترد عليك. واحد قالك I like your shirt، فانت لما بترد thank you لازم لو سمحت وشكرا ومن فضلك، ده اساسي في الكلام، وده بيرتقي باسلوب الحوار وبيخلي الناس تتعامل كويس. لو انت apologize بيجي منها اللي هي زي اللي هي sorry، يعني انا اسف، تعتذر. يعني ايه كلمة يعتذر؟ طب اعتذار يعني ايه؟ an apology ده اعتذار. Hey buddy you owe me an apology، انت مدين ليا، انت المفروض تقدم لي اعتذار. عليه علشان انا قلت لك كذا 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 وقعدت تقول لي لا وانت غلطان وبتاع، وطلع كلامي صح. كنت سمعت الكلام كانش حصل لك كذا دلوقتي. يا امي انا ابولوجي عشان كذا، او مان ام سوري ام سوري، انا بس كنت يعني غلط وما مايند، كان عندي حاجات كتير كده في دماغي، جت سم ايشوز، الجيرل فريند بتاعتي مش عارف عملت ايه. فتلاقي ايه، بص الكلام بيبقى حاجه كده ازاي انك انت خبطت حد. او ام سوري، مش خبطته اكسكيوز مي، لا يو هاف تو ابولوجايز، لازم تعتذر، تكون انسان راقي وشيك. ماشي، هملأ لك ان شاء الله الحاجات دي، واحاول ان انا افتكر كل الحاجات اللي ممكن تتكتب في الاماكن دي. محمد اهلا وسهلا. محمود فينك يا محمود؟ عليكم السلام، الحمد لله على السلامه. علي نفسي اتعلم اللغه باتقان، بس انا رب منزل ومش حاجه في الشارع، كمان انا بكريوس. ماشي، مقاطع انهي كلمه يا اليكس؟ معلش اكتب لي المره اللي فاتت، معلش اسمها دايركشن، معرفش ازاي ما شفتش التعليق ده. دايركشن مش دايركشن، دايركشن. لا انا عايز كل ما ادوس على سيمور بيجيب لي ال. ماشي انا فهمت يعني. بالنسبه حضرتك مش اول ربة منزل، استاذة سهير معايا من زمان على الصفحة، من اول ما بدأت، من ايام ما كنت بقسم الصفحة نصين عربي وانجليزي. الحاجات دي عايز اعملها املها لك بحيث تعرفها ازاي بنستعملها انجليزي بالظبط. زي هنا بسبب من هاو ار يو كده وخلصنا، في كلمات كتيرة قوي زي واتس اب واتس جوين اون، عايز املها افتكر واملها لك. بالنسبه لحضرتك ربة منزل، قول لسه قايل لك استاذ سهير معايا من الاول، وعشان احفادها وكده بتذاكر لهم وبتستفاد كتير. بص حضرتك هتخش على يوتيوب مستر سام 2016 ربة منزل، يعني ممكن تخصصي نص ساعه في اليوم على حسب اليوم بتاعك عامل ازاي، وتجيب الدروس ديت من اولها، من اول ما بدانا اول حرف، يعني اعمل لي سكرول داون يعني انزل لتحت تحت تحت لغاية ما تجيبي أول فيديو الدرس الأول، وامشي حرف حرف. هتلاقيني أنا ماشي في السلحفة أو أضعف كمان، قعدت يجي 7 شهور في الحروف. كل حرف لما تعرفي قصته هتيجي بعد كده يبقى نطق الحاجات ده سهل. أنا بحاول أنطق الحرف، ما بعملش زي بتوع اليوتيوب الأساتذة بتوعي، أنا ما أقدرش أقول عليهم حاجة، بس بيقعد يقول لك لو جه ده بعد، زي مثلا قلتها قبل كده، لو جه الإم ايه اللي مش عارف ده ساكن وده حرف ساكن ينطق او، ما فيش، ما بعملش انا الدوشه دي. انت هتعمل ايه؟ دي اسمها مول بس كده، ودي بتتنطق بالاو وخلصنا. ما اقعدش بقى اعملها قاعده وادور على كلمات عشان اقعد ارص، لا انا عايزك تعرف ان اول حرف اي، بس لما هيجي وقتها هقول لك لا ده مول بتتنطق بالاو او بتتنطق اي،
زي مثلا anticipated اللي هو لما تكون paid ان انا دفعت في الاخر. anticipated يعني دفعت ايه في الاول. ف anticipated هتلاقي ant دي نملة، انما لما تيجي anticipated anticipate كده فتبص تلاقي ايه، لا تتنطق اي. مثلا work صح؟ لا work بالاي مش بال مش بالاو. فلما هتيجي الكلمة هتلاقي انا بنطق لك الكلمة على حسب انت في الموقف، ما اقعدش اهملة دماغك. فهتمشي درس 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 لغاية ما هتوصل لغاية هنا هتلاقيه بيبني بيبني بيبني، هتلاقي ان شاء الله حضرتك استفدت. في بوست كمان انا حطه هنا لناس معرفش ايه، هما مكان كده بيعلم ناس انجليزي ويقعد يسمع انجليزي كذا مرة وبتاع، يا رب يكون مجاني لغاية دلوقتي. هو تقريبا لسه بادئ فممكن تلاقيه مجاني، تسمع اللغة كذا مرة تتكلم فيسمعك يشوفك قلت صح ولا لا، تنطق ينطق لك. موجود البوست ده على الصفحة بتاعت الفيسبوك مش على اليوتيوب، على الماسنجر.